عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هو مباراة برشلونة وخطافي. في الدقائق الأولى سيطر البرسا على الكرة، اختيار كان صحيح في التمريرات، هجمات خجولة من خطافي، بناء الهجمات بهدوء ليس ببطء، يعني قد يقول البعض ببطء لكن هو هدوء، يكون يعني أحيانا كان الاختيار اللاعب على اليمين مع كوينكا، لكن كوينكا لم يوفق في الشوط الأول في لعب العرضيات، بعد ذلك كان الاختيار لاعب في كرات في محور الدفاع، طبعا كرات كانت تمر بكل سهولة، يعني لاعبو خطافي وإن كانت هناك كثافة في وسط الميدان لكن لا يوجد رقابة لصيقة، وأنت تلعب أمام برشلونة يجب عليك أن تتوقع أين حامل الكرة سوف يلعب الكرة، يعني لم يكن لا يوجد هناك توقع الذي يمكن لاعب خطافي من افتكاك الكرة. أتى هدف أليكسيس في الدقيقة 13، الظهير الأيسر لخطافي كان عليه أن يغلق المساحة التي كانت في وسط الدفاع لكن أليكسيس سجل. في الدقيقة 17 تشافي يعني كان هناك شك دخلت الكرة أم لم تدخل، أنا والله من الزاوية التي رأيناها لم تدخل الكرة بجزئها الكامل، يعني كان هناك جزء من الكرة لم يدخل، لكن لو كانت عندنا كاميرا من زاوية الحكم المساعد لكانت الرؤية عفوا أفضل. طبعا تبقى في شك يعني والله أعلم. هجمات البارسا كانت على طريقة كرة اليد، يعني يسار وسط يمين، يعني دائما لاعب على أخطاء الفردية التي تكون، يعني المباراة لعبت على جزئيات الأخطاء الدفاعية التي كانت في دفاع خطافي. طبعا التمريرات يعني تمر بسهولة في محور الدفاع، يعني فريق خطافي عند افتكاك الكرة وإن لم يفتك الكرة كثيرا في الشوط الأول كان يعني غير قادر على فعل ثلاث تمريرات متتالية. في آخر الشوط الأول أتى هدف ميسي، كان لديه في أول هجمة كان لديه كوينكا على اليمين، يعني لاعب عادي طبيعي يلعب السهل سوف يلعب مع كوينكا، لكن ميسي هو لاعب خرافي، في يعني لمح إنييستا الآتي من اليسار في مساحة متر مرر له، ثم إنييستا رجع الكرة إلى ميسي من ثم مساحة متر، المساحة التي كانت هي متر واحد أصبحت ثلاثة، ميسي الكنترول مهم جدا لإعطاء قوة للتسديدة، سدد ميسي وسجل الهدف الثاني لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول. هذا كل ما لاحظته بالنسبة للشوط الأول. الشوط الثاني دخل بارسا بعزيمة أمام فريق غير طموح، البارسا هو من يتحكم في إيقاع المباراة، بعض الأحيان ينقص من إيقاع المباراة وبعض الأحيان يزيد في الإيقاع مع الزيادة العددية التي تكون في الأجنحة، يعني القادمون من الخلف بويول على اليمين وأدريانو على اليسار، كوينكا يعني غير مراقب على اليمين سوف ينطلق بالكرة، هنا كوينكا يعني يعوض نقص بنيته الجسمانية بالسرعة، يعني أعطى الكرة للسرعة ثم بعد ذلك تمكن من توزيع العرضية وأعطى دقة للكرة ليجد بعد ذلك أليكسيس سانشيز الغير مراقب، أليكسيس الذي سجل برأسه الهدف الثالث لبرشلونة. ثم بعد ذلك ركلة حرة، يعني ميسي سدد الركلة الحرة مرر لبيدرو الغير مراقب في منطقة المراقب عفوا في منطقة الجزاء، بيدرو تمكن من التسجيل، اللاعب بيدرو يعني لم يحسم أمره بعد، لم نعرف إذا سوف يلعب اليورو 2012 أم لا، هذا اللاعب الذي عانى من لعنة الإصابات وأزمة الثقة في النفس يرجع بقوة الآن. لنتحدث بعجالة على التبديلات التي عرفتها المباراة، التبديل الذي يهمنا كعرب وكمغاربة هو دخول عبد العزيز برادة في آخر 20 دقيقة يمكن مكان رودريغيز، خطافي بعجالة يعني خلاصة القول هو بأن خطافي يلوم نفسه، يعني فريق تفضل الخضوع لهجمات برشلونة
الفرق التي أدبت برشلونة هذه السنة هي الفرق التي كانت تلعب كرة قدم وكان لديها تحول سريع من الهجوم إلى الدفاع. أغلبية المدربين عندما يريدون لاعب ضد برشلونة يفضلون المبالغة في الدفاع، وهذا خطأ كبير. يعني يمكنكم متابعتي على صفحتي الظاهرة هنا، ولا تنسوا بأن تعليقات كرة القدم هي تعليقات كرة القدم ولا شيء غيرها.